أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم، الضابط الشرعي في صلاة في الجمع بين الصلاتين في حال المطر وفي حال البرد وفي حال اختلاف الجو. الجمع إنما ورد في حالة المطر، المطر الذي يبل الثياب إذا خرج من المسجد أو جاء إلى المسجد تبتل ثيابه، هذا يباح الجمع من أجله، لأجل أن يخرج مرة واحدة للصلاتين. كذلك إذا كان في الأرض وحل بعد المطر، وحل يعني طين ومياه ويشق عليه المشي مع الوحل، فإنه يجمع بين الصلاتين أيضا المغرب والعشاء. وكذلك ذكروا أنه يباح الجمع بين المغرب والعشاء لأجل الريح الباردة الشديدة، ريح الباردة الشديدة في الليلة المظلمة، إذا وجدت هذه الصفات ريح شديدة وباردة في ليلة مظلمة فإنه يجمع بين الصلاتين، نعم، المغرب والعشاء.